أكدت وزارة الهجرة الحرص على إشراك المصريين في الخارج في جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم. وخلال لقاء مع عدد من رواد الأعمال في إطار مبادرة رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز العمق الإفريقي لدى مصر وفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الإفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات.